هذا وقد أضاف الفريق الملكي للقدرة إنجازا جديدا للرياضة البحرينية عموما ورياضة الفروسية خصوصا بتحقيق المراكز الأولى في سباقات 100 كيلومتر و120 كيلومتر و160 كيلومتر ضمن مهرجان ويندسور للفروسية الذي أقيم بمشاركة فرسان من دول العالم في حديقة ويندسور الكبرى بالمملكة المتحدة. وحقق الفريق الملكي للقدرة عبر جناح فيكتوريوس وجناح الرعود والزعيم المراكز الأولى في السباقات بجدارة واستحقاق بعد مستويات بارزة قدمها الفرسان. وبارك الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة هذا الإنجاز الذي جاء بدعم من سموه ومتابعة حثيثة للفريق. وأكد الدكتور خالد أن الفريق كان في الموعد واستطاع أن يحرز الألقاب بعد جهود كبيرة بذلها الفرسان في كافة السباقات وسط تساقط الأمطار في معظم فترات السباق، مما أثر على أرضية مختلف المراحل. وكان التحدي الذي واجهه أفراد الفريق والفرسان المشاركين في فئات السباق المختلفة، وتمكن الفريق الملكي للقدرة عبر جناح فيكتوريوس من تحقيق المركز الأول في سباق 160 كيلومتر مع الفارس عثمان عبد الجليل العوضي، فيما جاء في المركز الثاني فارس فيكتوريوس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة، وجاء في المركز الثالث فارس فريق الرعود محمد عبد الصمد، والذين انفردوا في الصدارة في المرحلة الأخيرة بعد منافسة شرسة من فرسان دولة الإمارات. هذا واستطاع فريق الرعود من تحقيق المركز الأول في سباق 120 كيلومتر مع الفارس أحمد خالد الذوادي، والمركز الثاني زميله في الفريق الفارس رائد محمود، والمركز الثالث فارس فريق الزعيم حمد عيسى الجناحي. واستطاعت فارسة فريق فيكتوريوس سيسيليا غارسيا من التتويج بالمركز الأول في سباق 100 كيلومتر.